السلام عليكم. اليوم دي بيضه واحده غادي نحضر واحد البسكوي اقتصادي. عندنا بيضه واحده، عندي هنايا 100 ملي ديال الزيت، عندي 100 غرام ديال السنيده، رشيشه ديال الملح، عندي معلقه صغيره ديال الفاني، تقدروا ديروا سكر فاني، انا غندير فاني سائل، عندي معلقه صغيره ممسوحه ديال الخميرة، عندي الدقيق حسب الخليط، وغنقول لكم شحال هز لينا ديال الدقيق. نبداو على بركة الله. صافي، هنايا غندير بيضة، وندير واحد الرشيشة ديال الملح، عندي السنيدة، صافي غنخلط كل شيء بهذا البلندر أو رجل الطراب. صافي، دابا كنبدا نضيف الزيت، صافي هنايا غنزيد واحد معلقه صغيره ولا بهاد الغطاء ديال القريعه ديال الفادي، ونخلط دابا كل شيء. صافي، دابا عندي هنايا واحد المعلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره حلويات بيكن باودر. صافي، غنخلط كل شيء. صافي، دابا غنجيب الانيه اللي غنفرغوا فيها الخليط، غنبداو نضيفو الدقيق بشويه بشويه كيتجمع لينا. صافي، غنجمع كلشي ونرجع معاه. صافي، دابا العجين جمعات لينا، ما غاديش ندلكوها. انا كانت عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق، يعني ربع ديال الدقيق. الزيت هذه كامله هي على حسب البيضه، انا كانت عندي بيضه متوسطه، الا كانت البيضه كبيره راه غتهز كثر. صافي، غادي نقسم هذا الخليط، غادي نهز منه غير شويه ماشي بزاف، هذا هو اللي غنلونه. غادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال الكاكاو البر، وغنضيف معاها واحد شويه ديال الزيت، جات تقريبا جات شي معلقه صغيره. صافي، غنخلط هاد المقادير ونرجع معاها. صافي، دابا غنكور هادو اللي درنا فيهم كاكاو كويرات صغار حجم الزيتونه. صافي، غنكور كلشي، عاد نرجع معاكم كملوا الطريقه. صافي، دابا انا كنجيب هاد العجينه البيضاء، كنهز منها واحد الحربول، يضعوا على شكل حربول هكا، نخلي من الوسط، نخليه غليظ من الوسط شويه، من الجناب رقيق حتىش غادي نجمعوا هاد الجوانب. صافي، كنجيبوا هادي ديجا كورنا، كنحطوها نضغطوا عليها واحد شوي. صافي، كنستمروا
هنايا الوسط كيف قلت لكم تبقى غليظ واحد شويه هنا في الجوانب حتى غادي نجمعوه صافي. كنحطوها اللي بغى ما غايديرش ورق الزبده يدهن الطاوة بشويه ديال الزيت صافي. هنا كنجيبوها في المطبخ هذا ديال التمر على الشكل دائري صافي. كنبداو نضغطو به على الحلوه ديالنا بسم الله. كتجي هكا بهذا الشكل بسهولة كدير ما كتلصقش بزاف. صافي كيف كتلاحظوا راه كنضغطوا وكنشدوا في هذا مزيان باش ما يتهزش لينا. كنضغطوا الضغطه الاولى والضغطه الثانيه يعني هذا كنشدو فيه نحكمو فيه مزيان الضغطه الاولى والضغطه الثانيه. هذا الا كانت فيه بالزيت انا ما غتقدروش تهزوها مازال ورق الزبده راه كتهز. صافي غنستمر هكا ندخلها الطيب راه ما كتشدش الوقت بزاف 15 دقيقه ورجع معكم. بعد ما وجد لينا البسكوي ديالنا نرافقوه بهذا القهوه. البسكوي ديالنا كيجي هكا محمر تقدروا ديروه حتى بهذا الشكل. قسموا واحد الوحيده نشوفوها كيجي محمر. نتمنى يعجبكم الفيديو وإلا عجبكم شاركوه مع الأصدقاء الأحباب ديالكم. ما تنسوناش بالاشتراك في القناة ودعم الفيديو باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم.